سوريش هو أحد العاملين في مؤسسة الطالع للمقاولات العامة، وهو مقيم في قطر منذ سنتين. سوريش يود التخاطب مع عائلته كثيرا، لكنه يستطيع تحمل نفقة الاتصالات مرتين في الشهر فقط. الشركة التي يعمل بها قد مكنت من تجهيز إعداد غرفة كمبيوتر في المخيم الذي يعيش فيه، وتلك الغرفة توفر له فرص للمشاركة في بعض الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقام يوم الجمعة وهو يوم عطلته الأسبوعية، حيث يستطيع بفضل ذلك من تعلم كيفية استخدام برامج التواصل عبر الإنترنت مثل سكايب وغيره مع أحبائه وعائلته في الوطن، والأهم أن كل ذلك دون تكلفة. لقد أصبحت غرفة الكمبيوتر مرغوبة كثيرا من قبل زملائه العمال القاطنين في نفس مخيمه. فترة استخدام الكمبيوتر لا تتجاوز 30 دقيقة. Last year, ICT Qatar undertook some research to identify groups likely to be excluded from the opportunities that the internet can bring to them. We identified low-skilled migrant workers as one of those groups. So we undertook a project to bring to migrant workers technology, software, access to the internet and training so that they too could develop their skills and benefit from the use of the internet and information and communication technology. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وصول العمال إلى الإنترنت وإعدادهم لاستخدام التكنولوجيا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توفير حل شامل. وتألف تطبيقه من خلال توفير المعدات، الأجهزة والبرامج عبر تجربة التبرع بأجهزة كمبيوتر مستعملة مجددة، توفير حلول ثابتة أو لاسلكية للاتصال بشبكة الإنترنت، تحديد وتوفير المحتوى الملائم للتدريب على أساسيات الكمبيوتر والإنترنت، وذلك باستخدام نموذج لتدريب البطل. لتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشروع، لقد حرص المجلس الأعلى للاتصالات على إقامة شراكة مع الشركات التي توظف هؤلاء العمال وأصحاب مخيماتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شركة الطالع للمقاولات العامة، يسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن نبادر مع ICT في مثل هذا المشروع الذي يسعى وراء توفير سبل الراحة وتعليم وترشيد العمال، خاصة الذين يعود لهم الفضل، كل الفضل وراء نجاحنا وراء استمراريتنا. ومثل هذا المشروع يعود له أثر إيجابي على نفسية العمال وعلى مردوديتهم في العمل. فأشكر الشكر كل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، وشكر خاص لICT للتنفيذ والتنسيق في هذا المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد تم التبرع بأجهزة الكمبيوتر من قبل مؤسسة راف للخدمات الإنسانية والنادي العلمي القطري. إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر التي تم التبرع بها من قبل مصادر متنوعة مثل عدة شركات في قطر تم من قبل متطوعين، ويتم تيسير أعمال إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر هذه من قبل النادي العلمي القطري. وفرت برامج أجهزة الكمبيوتر كأنظمة التشغيل من قبل شركة مايكروسوفت، وذلك عبر برنامج خاص الذي يقدم تصريحات لتجديد الأجهزة. واحتاج المشروع إلى تحديد جدول زمني دقيق لتحقيق نجاحه. فبعد أن حددت الغرفة من قبل أصحاب مخيم العمال، اتخذت عدة ترتيبات لتركيب المعدات فيها كالأعمال الكهربائية وتمديد الأسلاك وتركيب أجهزة الإضاءة وأعمال الصبغ والديكور والفرش، وذلك للبدء بتركيب الأجهزة المتبرع بها. وطبعا كل هذا لم يكن بالإمكان فعله دون الدعم الكامل والتعاون مع إدارة المخيم والشركة التي توظف. حقيقة أنا مسرور جدا بتطوعي في هذا العمل. هذه الكمبيوترات التي تم التبرع فيها هي ثمرة تعاون بين ICT قطر وراف وQSC ومايكروسوفت. هذه الكمبيوترات قام المجلس الأعلى للاتصالات بإعداد مختبرات لهذه الأجهزة أو أماكن لاستعمال هذه الأجهزة بالتعاون مع الشركات في مساكن العمال. أعتقد أنها كانت تجربة ناجحة وفريدة من نوعها. مشاركة عدة من الأطراف، منهم مايكروسوفت، ICT قطر، وأكيد مدرسة قطر التقنية،
المستقلة اللي هي أحد أهدافها واستراتيجياتها أنها تشارك في خدمة المجتمع وخدمة دولة قطر. فذهبنا نحن كمتطوعين ومدربين من مدرسة قطر التقنية وخصصنا وقت من كل يوم جمعة صباحا لتدريب هؤلاء العمال والموظفين. حسينا بالفرق وسعادة المتدربين أنه تعلموا أشياء جديدة، أشياء تخدمهم في حياتهم وفي تكنولوجيا المعلومات. والجميل في الموضوع أنه هم بيكونوا مدربين لباقي زملائهم. الجيد في الموضوع أنه في نهاية الكورس وبعد الاختبار فعلا حصلنا نتائج جيدة، متدربين سعداء بالتدريب، علاماتهم مرتفعة، وأعتقد هم بيكون لهم دور في تدريب باقي الموظفين في الشركة. إن الفوائد من هذه المشاريع كثيرة، فهي تطور خبرة العاملين في التعامل مع الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا وتحفزهم لتعلم الأفضل. ومن المؤكد أن نوعية حياتهم سوف تتحسن من خلال اتصالهم بعائلاتهم وانفتاحهم على العالم، وهذا سيجعل منهم عمالا منتجين أكثر من غيرهم. عدا عن أن هذه الخطوة سوف تثبت لهم بأن رؤسائهم في العمل مهتمون بهم ومهتمون بتطوير خبراتهم. Thank you Altala, thank you ICT for make this computer room for us. We are happy because at least we can entertain ourselves, stay in touch our family. First of things, we can educate ourselves.